بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. السائل الكريم يسأل عن أبواب الجنة. نقول أيها الفضلاء، ذكر الله عز وجل الجنة في مواطن كثيرة، فقال ربنا عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الآية. فقيل هذه الواو هي واو الثمانية، فالجنة من حيث عدد أبوابها 8 أبواب، وصح ذلك عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب. ومن صفاتها أيها الفضلاء أنها تفتح في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. الله أكبر. ردا على من يتهوف ويقول إن أبواب الجنة مغلقة ولا تفتح إلا إذا قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا جهل مطبق من صاحبه. فهذا الحديث الصحيح المتفق على جلالة صحته يبين أنها تفتح في رمضان، قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وهذا رد أيضا على ذلك الجاهل الذي يقول إن أبواب النار تظل مفتوحة أبدا ولا تغلق، فهذا الحديث يرد عليه. إذن تفتح أبواب الجنة في رمضان وتغلق أبواب النيران في رمضان، وفي رواية: فتفتح أبواب الجنة في رمضان فلم يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار في رمضان فلم يفتح منها بابا. أما أسماؤها فخذ عندك أخي الحبيب. الباب الأول باب من أخلص التوحيد وأحسن التوكل، عند البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي. الله أكبر. ثم يقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، يكررها ثلاثا، فيقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. كرامة من الله هذه يا أخوان، سبحان الله، يدخلون من باب خاص أهل التوحيد ويشاركون الناس بقية الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. هذه المسافة بين المصراعين، ما بين مكة وحمير بأرض اليمن أو مكة وبصرى بأرض الشام، قيل المسافة 1000 كيلو، والله أعلم. وعند البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما الباب الثاني، وما أدراك ما الباب الثاني؟ باب الريان، كما عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، واجعلنا من أهل باب الريان. أما الباب الثالث والرابع والخامس هو باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة. أيضا عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. إذن قال لك باب الصلاة، باب الجهاد، وباب الريان، وباب الصدقة.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي صحيح الجامع عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. الباب السادس: باب الوالدين. عن أبي الدرداء أن رجلا أتى فقال: إن لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظ. رواه الترمذي وصححه الألباني. أي خير الأبواب وأعلاها، هذا معنى أوسط الأبواب، والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى وصول درجاتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه. الباب السابع: لا حول ولا قوة إلا بالله. عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه، قال: فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقد صليت، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد الترمذي صح الألباني. الباب الثامن: باب الحج. وبه قال كثير من العلماء، حيث أنه ورد في الأحاديث أن أبواب الجنة ذكر فيها أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصوم، فكان لابد أن يكون الحج أيضا له باب. إذن نعيد، نقول: باب من أخلص التوحيد، ونقول: باب الريان، ونقول: باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الوالدين، وباب لا حول ولا قوة إلا بالله، وباب الحج استنباطا. وهناك أعمال من فعلها دخل من أي باب شاء يا إخواني، الله يجعلناه منها. عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. متفق عليه. يا رب نسألك من فضلك. عن عقبة بن عامر أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، يعني أرجعتها بعشي لوقت المغرب، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجه وجبت له الجنة، أحسن الوضوء وصلى ركعتين يا عبد الله. فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائم بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. شوف حب الصحابة، شافوا جاء متأخر، ما أدرك كل كلام النبي، قال له كمان في واحدة قبل أفضل: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فجعت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. إذن بعد الوضوء وبعد ذلك تقول هذا الدعاء. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فجعت له ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: بحضرة العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رسم الهيئة، يعني ثيابه رسم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم.
فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام؟ وكشر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وعن قرة بن إياش قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف الظهر فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليه، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي له أحب إليه. قال: فذاك لك. راه النسائي وصح الألباني. وعند أحمد فقال الرجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وصح العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. ولا بد أن ننوه في ختام هذه العجالة عن أبواب الجنة يا إخواني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين يوم الخميس. وهذا رد آخر على ذلك الجهول الذي يقول أنها لا تفتح إلا إذا قرعها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيغفر ربنا عز وجل ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. يكرر ثلاثة. رواه مسلم. أكثر الذين يدخلون الجنة هم المساكين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد يعني الغنى محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه مسلم. الله بلغنا الجنة وما قرب إليها من قول ومن عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.